أعلن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن نسبة الالتزام بالقرار الوزاري بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة وقت الظهيرة لهذا العام بلغت 99.8%. وأشاد وزير العمل بالتطبيق الأمثل للقرار من قبل المؤسسات والمنشآت المعنية، مبينا أن الوزارة نفذت 11342 زيارة تفتيشية على مواقع العمل طوال فترة الحظر، حيث تم رصد 22 منشأة مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين 33 عاملا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة. كما وأكد حميدان أن مملكة البحرين ماضية في تحديث تشريعات السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، كما يعكس هذا الاهتمام ما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة في احترام حقوق الإنسان.